السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، رح ناخذ موضوع جديد بالجافا سكريبت اللي هو الفانكشنز الوظائف. بالوظائف هنا أنا رح أجي أحدد كل وظيفة شنو ممكن أستخدمها، شلون أستخدم الفانكشنز، وشلون أبدأ أسوي التحديدات الأساسية إلها. بالبداية عندنا هنا بالنسبة للفانكشن اللي موجودة أقدر أني أستدعيها عن طريق شيئين، أما يكون عن طريق إيفنت حدث معين أو يكون call to the function، يعني أني أبدي أسوي استدعاء لوظيفة معينة. هذا شنو يحافظ لي؟ يحافظ لي أنه أني أسوي الحدث أو أسوي الاستدعاء حتى البراوزر ما يسوي عملية تنفيذ مباشر للسكريبت اللي موجود عنده ويسوي له مباشرة page load. فلذلك يفضل أنه أني أخلي السكريبت بداخل الفانكشن اللي أني أريده حتى البراوزر يقرأ مباشرة باعتماد على السكريبت اللي موجود أو أني حستخدمه. هنا عندنا النقطة الثانية بالنسبة للفانكشن، الوظائف اللي موجودة عندي أقدر أني أضيفها أما في جزء الهيد، مثل ما ماخذين إحنا دائما السكريبت يكون بين الهيد الأوبن والكلوز، أو يكون في جزء البادي، وهذه حالات معينة حسب الاستخدام. هذا إيش راح يضمن لي؟ راح يضمن لي إنه أني الفانكشن أقدر أقرأ، أقدر أسوي له لودد عن طريق البراوزر، لكن قبل ما أسوي له أي تنفيذ أنا حكتب له الفانكشن بداخل الهيد سكشن حتى يقرأ مباشرة مثل ما أنا رأيته، ليصير التحميل مباشر من البراوزر. كصيغة أساسية أو سينتنكس تستخدم للفانكشن، لح أجي أقول له الفانكشن مالتي الوظيفة شنو اسمها، أكتب أعداد المتغيرات اللي موجودة عندي، ودائما حتلاحظون استخدم البيجن والاند قبل ما اكتب الكود بالوسط. البيجن والاند ايش حيسوي لي؟ بالنسبه للبيجن والاند راح اجي على المتغيرات، عندي المتغير الاول، عندي المتغير الثاني، او حسب اعداد المتغيرات الموجوده عندي الى اخره. هذا حيحدد لي شلون اني احدد القيم اللي اريدها اسوي لها عمليه تمرير الى الفانكشن، شلون احدد هذه القيم واخليها تشتغل بداخل الوظيفه. لما اقول له begin راح تعرف انه اني سوي لي بدء او start لهذه الوظيفه. لما اغلقه راح اقول له end لهذه الوظيفه، فاذا راح يشتغل بداخل الفانكشن start و end بالاعتماد على هذه اقواس المجموعه بالنسبه للbegin والend. ايضا عندي ملاحظه مهمه جدا، بداخل كل وظيفه اذا ما عندي اني parameters متغيرات، لازم عندي اني اقواس المتغيرات مالتي بالنسبه للفار، لازم أكون أخليها بين قوسين وأكتب القيم مع المتغيرات اللي موجودة عندي. لح أجي هنا كمثال بسيط على الموجود عندنا. عندي هنا الـ HTML الهيد، إحنا متفقين دائما السكريبت ماتي حيكون بين الهيد الأوبن والكلوز. كسكريبت شنو دا يريد من عندي؟ تكست جافا سكريبت دا أعرفه، أو مثل ما ذكرنا مسبقا ممكن أن أكتب سكريبت أوبن وحدها. كوظيفة يريد من عندي function display message، إذا يريد أسوي له وظيفة، هذه الوظيفة راح تعرض لي مسج معين، ولاحظنا هنا بأنه أنا عندي أقواس بالنسبة للمتغيرات. راح أجي أكتب له البيجن أنه أبدي لي بالعملية، وراها راح أجي أقول له الفانكشن اللي أنا رايدتها أو الكود مثل ما اتفقنا. function name اسم المتغير مالتي هو function display message. إذا أنا هنا أريده حيكون أعرض لي رسالة معينة الوظيفة، بين قوسين أنا ما محددت لهنا أي متغير أو أي قيمة، لكن ضروري أنه أكتب الأقواس. أجي وراها البيجن، لح أفتح البيجن. الكود شنو الكود اللي أريد أنا أنطيه إياه كتنفيذ وأسوي له إند. الكود هنا دا أقول له أريد عملية تنبيه أليرت تطلعني نافذة صغيرة، يسوي عملية تنبيه يقول لي هلو وورد، حتكون بين قوسين بين دبل كوتيشن فارزة منقوطة حتى يتم عملية التنفيذ. غلقنا السكريبت، هذا حيكون بداخل جزء الهيد. البادي هنا أنا عندي اني فورم، هذا بالنسبة لل HTML راح يشتغل طبعا، هذا تابع لل HTML. ايش دا اقول له اني؟ دا اقول له انه لما افتح البراوزر input type تطلع لي نافذة صغيرة، فورم صغيرة، شلون لما مرات تكتبون الباسورد مال الايميل، نافذة صغيرة. لح أقول لك click me، لما أدوس عليها display message، المسج ماتي شنو هي المسج ماتي اللي أنا طلبتها، اللي هي مكتوب alert hello world. إذن أول ما لح أشغله هسه شوفوه بعدين بالتنفيذ لما تنفذوه،
أول ما أشغله أني راح تطلع لي نافذة بسيطة. النافذة بس أكتب أدوس عليها كليك مي، شلون مثلا مرات بالوورد أريد أسوي سيف أو دونت سيف، هنا راح يطلع لي كليك مي، أدوس عليها تشبه هذه النافذة بالضبط. يعني مثلا هنا أنا أريد أسوي سيف أز، حددناها بمكان معين، هذه هيك النافذة تطلع نافذة صغيرة. راح تكون عندي نافذة صغيرة مكتوب كليك مي، لما اضغط عليها لما اسوي لها اون كليك راح يكون ديسبلاي مسج، تنعرض لي الرسالة اللي مطلوبة عندي واللي هي اليرت هالو وورد. اذا هذا كل ما يتعلق بالموضوع هنا بالنسبة للفانكشن، دا يحدد لي انه اني الكلمة مالتي اللي اريدها راح تظهر كتنبيه هي اليرت هالو وورد. هذا الاكزامبل راح يعتمد انه اني خليت له فانكشن معينة بالاعتماد على الفانكشن ديسبلاي مسج. حددت للفانكشن ديسبلاي مسج حيكون وراء اقواس لان ما عندي يعني متغيرات. فبهذه الحاله لما اضغط على الانبوت بوتن اللي هي كليك مي راح يظهر عندي المسج مباشره. عندي هنا أنا طبعا هذا للاطلاع فقط، هو يفيدني اني لما اريد استخدم حتى تعرفون شنو استخدامه. احيانا يقول له اون تشينج، ادوس على الاون تشينج، اون كليك، اون دبل كليك، كل واحد لح يظهر لي شنو طريقة العمل مالته، طريقة الاستخدام. الموضوع اللي بعده اللي لح ناخذه اللي هو return statement. return يعني استرجاع. أنا هنا أنا أريد أسوي لي تنفيذ معين وحالات معينة تقوم بعملية استرجاع ما مطلوب. بالreturn استرجاع إيش حسوي هنا أنا؟ the return statement لح أستخدمها to specify the value، لح أحدد القيمة اللي أنا رايدتها. شنو هي القيمة اللي اريد اسوي لها returned استرجاع لي؟ مين راح تسترجع لي؟ من الفانكشن، من الوظيفة. اذا راح اجي استخدم دالة معينة تسوي لي عملية استرجاع ل return a value لقيم معينة انا اريد استرجعها. على سبيل المثال returns the product، اريد انا استرجع of two numbers، اريد استرجع رقمين القيم مالتها هي A و B. لح نجي نستخدم منه، نستخدم السينتكس مالتي اللي اخذناه قبل شويه. السينتكس شو يقول بالفانكشن؟ اكتب الفانكشن نيم والمتغيرات. انا هنا المتغيرات شو طين؟ طاني قيمتين. شو استخدمنا المتغيرات؟ استخدمنا A و B. اذا HTML هيد بداخل الهيد حكتب السكريبت، هذا بالنسبه لي هو الفانكشن. فانكشن نيم اسمه فانكشن برودكت على اساس السؤال. write two number أو two value، إذن الفاليو الأولى هي A والفاليو الثانية هي B وخليناها بين أقواس. begin end شنو هو الكود اللي أريد أنفذه؟ تيقول لي أريد له return استرجاع لبرودكت مال قيمتين. فإذن الاسترجاع مال الريتين حيكون قيمة A مضروب في قيمة B. أنا لحد الآن ما محددة أي قيمة، سويت له close. هذا شغل الجافا سكريبت، منا لهنا حددنا له شغل الجافا سكريبت، سويت له سكريبت، سويت البروجكت نيم ماتي، كتبت المتغيرات بين قوسين، سويت له بيجن، كتبت له الوظيفة والكود اللي أنا رايدتها اللي هو ريتيرن متغير أي في متغير بي، غلقته، غلقت السكريبت، غلقت الهيد، غلقت البادي. لح أجي هنا أنا سويت سكريبت ثاني. هذا السكريبت الثاني اللي بالبادي هو اللي لح يظهر أثناء عملية التطبيق. يعني إحنا متفقين دائما أستخدمه بالهيد حتى يكون نوافذ معينة وتنفيذ خارجي. لما أكتبه بالهيد لح يطلع لي بداخل البراوزر القيمة، شون كنا نكتب بال HTML. الطلب اللي حيكون عندي كطباعة فقط بالسكريبت، سكريبت تايب الأوبن ماته، هذه الكلوز إيش أريد يطبع لي؟ document dot write. إحنا اتفقنا document dot write يعني print. شنو اللي أريد يطبع لي؟ أريد يطبع لي البرودكت بقيم 4 و3، معناته A حتمثل لي 4، B حتمثل لي 3. هل لح تنطبع 3 و4؟ لا. وين لح يرجع؟ لح يرجع على return A في B، يعني 4 في 3. إذن المفروض إيش قد ينطبع عندي هنا أنا؟ آني لح ينطبع عندي 12. كتنفيذ لازم يكون التنفيذ مالتي هو 12. من جبنا ال 12 انا حددت القيم
4 و3، لكن هو ما يريد اطبع له 4 و3. كطباعة اعتيادية حيكون كتنفيذ حيكون عندي القيم مالتي 4 و3. لما اسوي له ريتيرن، الريتيرن مالتي اي في بي، فيريد من عندي هنا حيكون الناتج مالتي 12، عملية ضرب اي في بي. هذا اللي نسميه احنا ريتيرن ستيتمنت. وراها عندي هنا راح اجي اخذ موضوع جديد اسمه اللوبس. اللوبس دائما نستخدم اللوب كعداد. هذا الشيء يسوي لي بمكان ما اجي اني اكتب اطبع لي قيمة 1، اطبع لي قيمة 2، اطبع لي قيمة 3، ازيد الاسطر الرو. بمكان ما اسوي له اوفر اجين ان رو، لح اقول له عداد اشتغل لي من 1 إلى 10، معناته اطبع لي 10 اسطر. السطر الاول يبدي بقيمة 1 والسطر الاخير يبدي بقيمة 10. انواع اللوبس اللي موجودة عندنا نوعين بالنسبة للجافا سكريبت، الاول اللي هو الفور، الثاني اللي هو الوايل. شنو الفرق بين الفور والوايل وشون عملية استخدامهم؟ الفور loops through a block of code، لح استخدمه بمجموعة من البلوكات اللي موجودة عندي بالكود. ايش حيحدد لي؟ a specified number of times، حيحدد لي الرقم مال كم مرة اني اريد او عدد المرات احنا نسميها. يعني مثلا اللوب حيكون for 1 to 10، اذا معناته عدد المرات او عدد الارقام بالتحديد بكل مرة كم رقم يريد، واشتغل على اساسه بالعداد. الوايل شنو شغله؟ الوايل loops through a block of code، ايضا نفس الشيء، احدد اني شنو هي المجموعة مع التعليمات اللي اريد استخدمها بالنسبة للبلوك بالاعتماد specified condition is true، بالاعتماد على شرط، ولازم يكون هذا الشرط صحيح. اذا هنا بالاعتماد على number of times، عدد الاوقات او المرات اللي اريدها، هنا بالاعتماد على شرط ويكون هذا الشرط صحيح. لح اخذ 3 انواع فقط من الجافا سكريبت لوبس. اول نوع اللي هو الفور لللوب. بالفور لوب لح استخدمه اني لما يكون عندي مثل ما حددنا عدد اللي هو how many times the script should run، عدد المرات اللي أنا أريد أستخدمها حتى أشغل السكريبت اللي موجود عندي وأنفذه. كسينتكس كصيغة أساسية لح أجي أخذ الفور أكتب له الفار المتغير الأول مالته، أول قيمة موجودة عندي مثلا 1، فارزة منقوطة الفار المتغير الثاني خلينا نقول مثلا x يساوي 1، فارزة منقوطة x أصغر أو يساوي 10. معناته لح يبدي يشتغل لي من أول قيمة اللي هي قيمة 1 إلى أن يوصل للعشرة، أصغر أو يساوي 10، يعني آخر قيمة 10. والفار كل مرة تنطبع لح يزيد قيمة 1، أول مرة تنطبع 1، 2، 3 إلى أن توصل 10. begin شنو الكود اللي أنا أطلبه؟ وهسه هذا حنشوفه بأمثلة إضافية حرسل لكم إياها. وهذا هو الإند، هذا بالنسبة للفور. النوع الثاني اللي هو عندي الوايل لوب. مثل ما اتفقنا الوايل لوب راح أجي أنا أسوي لوب، لكن هذا اللوب يكون لبلوكات معينة بالاعتماد على condition is true، الشرط يجب أن يكون صحيح. هذا هنا نش حيحدد لي بمكان ما أنا أكتب فارزة منقوطة وإلى ويبدي يعدد لياهن. بالوايل لح أكتب لأول قيمة أو أكبر قيمة، هنا حتكون الفار شنو المتغير مالتي مثلا X أصغر أو يساوي 10، إذا هو شرط صحيح. أكتب فقط آخر قيمة، أكتب المتغير مالتي X أصغر أو يساوي 10، فلح يوصل للعشرة ويحسب 10 مرات. begin شنو الشرط اللي أو الكود اللي أنا أريد أستخدمه. end لح أجي أشوف الدو وايل النوع الثالث. الدو وايل لح يشتغل شيء ثاني. شون لح يشتغل؟ كتنفيذ نفس التنفيذ، لكن لاحظوا الوايل وين خلاها؟ خلاها بالأخير. إجا حدد قال أنا حجي أخلي كلمة دو، begin الكود ماتي اللي أريد أنفذه، and آخر شيء أقول له المتغير X أصغر أو يساوي 10 خلي لي إياه آخر سطر. بالوايل حيكون أول سطر، بالفور حيكون أول سطر،
لكن بالفور أحدد أول قيمة وأحدد آخر قيمة. بالوايل أحدد المتغير وآخر قيمة. بالدو وايل الدو يبقى وحده والوايل يكتب المتغير ويكتب أكبر قيمة موجودة أدي. وهذه حستخدمها يكون الكود لح يستخدم بمرة واحدة، يعني الكود ماتي بالدو لح يكون لمرة واحدة وبعدين يصير ربيت للوب بالاعتماد على أكبر قيمة، الاعتماد على الوايل اللي موجودة أدي. وقلنا هذا شو وقت يستخدم؟ إذا الكونديشن is true، إذا الشرط ماتي صحيح. عيدها مرة أخيرة، الفور للوب، الفور أكتب المتغير أول قيمة، المتغير آخر قيمة، لح يبدي هو يزيد لياها مثلا i plus i plus plus i minus، شنو اللي دا أريده يزيد يقل حسب القيمة اللي أريد أطبقها. بالوايل الوايل حيكون المتغير x أصغر أو يساوي أكبر قيمة موجودة أدي وأنفذ الكود اللي أريده. بالنسبة للدو وايل لح يكتب الدو، لح أجي أكتب الكود ماتي، الوايل حيكون آخر سطر ويحدد لي القيمة. آخر موضوع لمحاضرة اليوم اللي هو نسميه إحنا string object. هذا string object إحنا مر علينا مسبقاً بالمراحل السابقة، هذا يستخدم فقط بالoutput. أجي أنا أريد output، أريد أحدد output، حطيكم سؤال وأنتوا تعطوني output. يعني هذه كل هالأمثلة اللي موجودة هي عبارة عن أسئلة، أنتوا المفروض هنا تكتبوا لي الoutput مالتها، شنو الoutput اللي موجود أدي أنتوا لازم تحددوا لي. شلون نجي نحدد الاوتبوت اللي موجود؟ اول شيء، اول نوع من الانواع return the length of string، رجع لي او استرجع او حدد قيمة الطول مع string. لح اجي شلون احسب اني string؟ 1 2 على حسب الاحرف ادي hello world، var text المتغير مع النص ماتي كلمة hello world، document.write اطبع لي النص dot length طوله للنص. الهلو وورد لح اجي احسب اني طول النص واسوي عملية طباعة لهذا الطول. ستايل سترينج اول ما حدد لي الفار تكست ماتي ايضا هلو وورد، كم مرة يريد اطبعه؟ يريد اطبعه 3 مرات. اول مرة يريد اطبعه لازم يكون بيج، فاذا هذا لح يجي اسوي له كوبي كاوتبوت هنا، لح ارجع اطبعه لكن بيج حيكون بحجم أكبر. النقطة اللي بعدها دا يريده document.write يريده bold، إذا حرجع أطبعه لكن حيكون التنفيذ مالته bold. النقطة اللي بعدها دا يريده document.write الباراجراف مالتي اللي هو hello world يريده italic، فإذا أحدده وأسوي إيتاليك. هذه عملية الأوتبوت مالتي نسميها التنفيذ. عندي هنا لح أجي the lower case والupper case. lower case يعني السمول لتر، الupper case يعني الكابيتال لتر. إيش حيقول لي هنا؟ ده يقول لي كلمة hello world document.write اطبع لي النص مالتك وحول لي إلى lower case. نحدده هنا اطبع لي النص ماتك الابر كيس، يعني حدد الاحرف الكابيتال. اما اقول له حول لي كامل، طبعا هاي تجي صيغة اكثر من سؤال. اما اش اقول له النص هذا اللي موجود عندي اطبع لي اياه كله سمول لتر اللي هو لور كيس، او اقول له هذا النص اطبع لي اياه كله ابر كيس يعني كله كابيتال لتر، او اقول له لا حدد لي منو الكابيتال ومنو السمول فحسب صيغة السؤال اللي موجودة. هنا أنا عملية مطابقة اللي هو الماتش، عدي السترينج ماتي الكلمة هو hello world، لح أجي أريد أسوي عملية ماتشنج. document.write للسترينج الأولى يقول هل هذه الكلمة مطابقة إلها؟ لح نكتب له yes. هل هذه الكلمة مطابقة لهذه؟ لح نكتب له no. ليش yes وليش no؟ هذا ال W بدأ بسمول لتر وهنا بسمول لتر، هذا بدأ بكابتل لتر وهنا سمول لتر، فإذا هذا مطابق هذا مختلف، لأن إحنا تعرفون الكابتل يختلف عن السمول بعملية التطبيق. النقطة الخامسة replace character in a string، لح أجي أغير آني الكاركتر ماتي داخل السترينج.
replace عملية استبدال. المتغير مالتي اسمه visit microsoft. شتي يقول لي document.rat اطبع لي السترينج مالتك موجود عملية replace، كل كلمة مايكروسوفت شيلها خلي لي بمكانها منو كلمة سكول. فإذا كتنفيذ ايش حيكون عندي؟ حيكون visit سكول، سوالي ريبليس بمكان المايكروسوفت اخلي سكول. اخر نوع موجود عندي هنا بالنسبة للسترينج اللي هو نسميه الاندكس اوف. الاندكس اوف راح يبدي يقوم بعملية حساب. هنا ايش يقول لي؟ ده يقول لي شلون اسوي البوزيشن الموقع مالتي حتى احدد الفاليو القيمة. راح ابدي ايش قد اني هنا الاندكس اوف مالتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح ابدي احدد القيمة مالتي 10. اذا قال لي يا الاندكس اوف لكل الكلمة، راح اجي هنا ايش يريد الاندكس اوف مال يا حرف؟ مال حرف الدي. الدي يا قيمة 1 2 3 4 5 لسبيس 6 7 8 9 10 11. إذا القيمة مالتي حتكون 11. وراها ايش قال لي؟ قال حدد القيمة واطبعها من الدبليو إلى الوورد، يعني 1 2 3 4 5 6. لح أبدي من هنا 7 8 9 10 11، لح ينكتب من 7 إلى 11. آخر موضوع ناخذه اللي هو الجافا ماث أوبجكت اللي موجود عندي بالجافا سكريبت. أريد أخذ رياضياً شلون حستخدمه كقيم معينة. حأخذ الراوند، أهم 3 مواضيع، والماكس والمن. راوند يعني تقريبي، يقول لي document dot right الماث سوي لي قيمة تقريبية للبوينت 0.6. 0.6 إيش لح تتحول؟ لح تتحول إلى 1. إذا 0.4 لح تتحول إلى قيمة تقريبية أقل. الماكس يريد أحدد له أكبر قيمة، والمن أقل قيمة. لح يعطيني document.write max الماث للماكس. منو أكبر قيمة هنا أنا موجودة عندي؟ هيكون عندي 150، فأطبع على 150. document.write أدي ناقص 5 و10، منو أكبر قيمة؟ اللي هي 10. بالنسبة للمن أطبع لي أقل قيمة، أدي ناقص 5 و-10، منو أقل قيمة أطبعها؟ هنا أنا عندي الماث للمن 1.5 2.5، منو الأقل؟ اللي هي 1.5، وأطبع القيمة اللي موجودة. إن شاء الله يكون الموضوع واضح وبسيط، وأيضا لح يرفق لكم أمثلة إضافية بفولدر ثاني. شكراً لكم.